السلام عليكم أحبابي، إن شاء الله تكونوا بخير. أول شيء نقوم بدخول الموقع، سأترك لكم رابط الموقع أسفل في الوصف. بعد ذلك نضغط على تسجيل. بعد الضغط على التسجيل نقوم بملء الخانات الأولى اسم المستخدم، الثانية البريد الإلكتروني، الثالثة كلمة السر، الرابعة كلمة سر، الخامسة إن أردت أن تتركها فارغة فلا بأس، وإن أردت أن تملأها فستضع كيفية الدفع. بعد ذلك تقوم بإدخال الأرقام الذي يعطيها لك الموقع، ومن بعد ذلك تضغط على إرسال. بعد الانتهاء من هذه المراحل تقوم بالدخول إلى الموقع عادية، عادي جدا. لا أرجو منك أن لا تنسى اسم المستخدم لأنك ستستخدمه عند الدخول إلى الموقع، وكذلك كلمة سر. والآن سأريكم طريقة الرفع. يمكنك الضغط على أبلود أو الرفع. بعد الضغط على الرفع ستنتقل إلى هذه الواجهة. بعد ذلك تقوم بالنقر على اضغط هنا للتحميل، الأيقونة الزرقاء. بعد الضغط عليها تقوم باختيار الملف الذي تريد أن تحمله. وبالمناسبة هذا الموقع يعطي لك $2 على كل 1000 تحميل. وبعد ذلك تضغط على بدء الرفع، الخانة الحمراء. بعد الضغط يبدأ بتحميل الملف، وذلك يعتمد على سرعة الإنترنت عندك وعلى حجم الملف الذي تقوم برفعه. أنا أقوم بتحميل ملف حجمه 1.4 ميجا بايت، لا يستغرق كثيرا، لذلك لم أضطر إلى توقف الفيديو. بعد الانتهاء من الرفع يعطي لك رابط تحميل، هذا الرابط أسفل تقوم بنسخه كما قمت أنا، ومن ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو في موقعك كما تريد لكي يتم التحميل. شكرا على الإصغاء، لا تنسى الاشتراك في القناة.